مع إبقاء مخارج الطوارئ والممرات خالية من أي حقائب طوال الرحلة. طيران وتخزينها بأمان أثناء الإقلاع والهبوط في حالة سقوط. Attention cabin crew, kindly hold doors arm at position, crochet some boundaries. Thank you. من الأجهزة الإلكترونية أفراد الطاقم للمساعدة. لبدء رحلتنا يرجى التأكد من ربط حزام المقعد وإعادة ظهر المقعد إلى الوضع الرأسي ومسند القدمين إلى الوضعية الأساسية مع فتح ستائر النوافذ. والآن سيقوم أعضاء الطاقم بمراقبة. There are 8 emergency exits on this aircraft which are clearly marked. Please keep in mind your nearest emergency exit might be behind you in the event of an emergency. Cabin check for takeoff. As we are here to make your flight safe and comfortable,